يانوس ارفعها، لا ارفعها لين سطح الملعب، سطح ودها لين السطح. لا هذه حتى بلنتي، شو السالفة؟ طيب اليوم جايب لكم حلقة جديدة من مهنة مدافع. طبعا في اخر حلقة احس اني لعبت افضل مباراة عندي بالنسبة لهذا المدافع. بالنسبة لبوفانوس هذه كانت افضل مباراة، قلبنا على ليفربول النتيجة من 1-0 الى 2-1 الا بالجول. يلا يلا ليفربول، يلا 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 على اللوبي ليفربول، يلا يلا بس يلا. فهذه انا اشوفها اقوى شيء صار يعني في السلسلة الينا الحين. اليوم عندنا مباراة توتنهام وعندنا مباراة ضد فنربخشة التركي الظاهر. هم فنربخشة صح اللي طلع ضدنا؟ تأكد. ايه فنربخشة التركي في دوري المؤتمرات. طبعا عندي نقاط مهارة يا يعني عندي 5 نقاط، فمضبط الحين المدافع وانا ودي ازود القفز اعلى، ابيه ينط مرة، ينط يطلع فوق برا مو ذا الدرجة بس يعني اقصد ينط. هذه بتزود عندي العنف، ولا العنف مهم بالنسبة للمدافع، العنف والقفز. وهنا في وحدة يا عيال زود عندي ردود الافعال، بس انا ودي ازود هذه الحين. اوكي مديني ازود حبة زيادة. حلو، القفز صار 84، العنف 84، ردود الافعال 84، قوة الجسم الحين لازم تخش 80. التطوير الجاي راح تكون الجسم بعد يعني ما فلنا السرعة، ترى السرعة اعلى شيء خلاص، ابو فانوس اعلى شيء في السرعة. طيب القفز اعلى الحين، الطاقة ارتفعت صار 79 ابو فانوس. ناخذنا تدريب ونخش على مباراة توتنهام على طول. مثل ما تشوفون زدت الاضاءة شوي، المقطع اللي فات كانت شوي نازل حقت مهنة لاعب، بس كنت اجرب يعني تعرفون مكان جديد وزي كذا ونبدا نغير. فزدت الاضاءة الحين واحس انها مرة قوية، بس اني بخليها، ممكن المقطع الجاي اشوف يعني على حسب. سون قدام ابو فانوس، قدام كين، بعد هو يلعب كين، يلعب كين وسون. هذه المباراة ما مطالبين مرة بالانتصار فيها، بس اهم شيء مباراة فنربخشة. حاطين كين يعني هم متأملين بكين الحين، ما يدرون انه في جيب ابو فانوس. ابو فانوس حلو، ليش انا كلج وانا جالس ادي الحلقة؟ والله لعيدها. كين في جيب ابو فانوس، ها قلتها صح خلاص. 7.5 معدل نجاح تمريرات هذه المرة، جايب لي معدل. اوكي استحواذنا يكون 60، والله هي هذه مقبولة، استحواذنا يكون 60 ضد توتنهام. ممكن توتنهام يكون يدافع، يعني ما ادري فجأة يمكن يهاجمون. وين رايح كلوفسكي؟ اوف اوف اوف. حلو صح يا عيال، تراني دقيقة، ترى في مهنة ابو فانوس مفعل اللعب ذا اللي يسوي مهارات، نسيت وش اسمه يا اخي، بس الزبدة اللي يسوون مهارات. فعشان نختبر ابو فانوس صح، خلي البلاي ستيشن يسوي مهارات. بسم الله شوي لا نمزحلق نفس بوتينج، منتهية مسيرتك. اوكي قفل قفل عليه، قفل عليه قفل عليه، خليك رجال خليك رجال. وش اللي يتعلق؟ وين فارس عوض؟ أليكس مين؟ هذه اسمها أليكس يا أبوي، مشكوك في وضعها ذي، اسمها أليكس وكذا صوته. لا يا أبوي لا غلط، الدوري الإنجليزي هذه حركاتهم. أليكس صوتها أنعم من صوت ركزوا يا إخوان. أنت وين رايح الحين تكسر التسلل أنت يا؟ اصبر شوي أمسك اليد، أنا شفيني تاركها بعد. رفع ضغطي. أوكي. يا ساتر. أبو فانوس موجود، هذا اعتراض صح. يا ساتر. سون. كين خلاص انتهى موضوعه، انتهى موضوع، انتهى في جيبي في جيبي. بوتره يا عيال والله لو وتره. الى الان ما في خطوره صراحه من توتنهام، لاني طبعا انا موجود في الدفاع، هذه قاعده معروفه وانتم تعرفونها. سلامات ماكسيمان، في حد يشوت من هنا؟ حلو هذا بي يا الغالي، ايش فيهم يشوتون من اي مكان ذولي؟ ان شاء الله حواجب ظل تسوي ظلال للعين ما شاء الله. شكلها نفس المباراه الاولى اللي لعبناها ضدهم، ما منهم خطوره مره، فريق دفاعي فهمتوا؟ شفتوا؟ خطرتهم مره بسيطه توتنهام، مو بنفس السيتي ولا. طيب ابو فانوس انت تسبب خطوره الحين، تناول غلط سبب خطوره. اوكي كيف يا عيال بس. اوكي اوه لا 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 لا، كين في جيبي تكفى لا يسجل طالبك. اوكي ارجع. يا دفاعنا وش ذا؟ توتنهام سجل والله في مشاكل، شوفوا هذا رقم مدري كم الزبده، هذا بزوم لكم عليه في المونتاج 39 ذا، والله كان ودي كلين شيت، بس اهم شيء كين كذا، انا مشخصن مع كين وش اسمه انه ما يسجل. يا ساتر يا ساتر، لا 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 لا، تقدمت 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 كين، والله اخذتها يا عيال، بس سلكت معه والله اخذتها ترى. اوكي انت الشوط الاول 1-0، والله حنا اللي ما مننا خطوره هجوميه الصراحه في هذه المباراه ابدا. لا والهدف غلطه من الدفاع، ناولي ناولي بس. حلو رجع لي قدام قدام قدام، حلوة يا اليوم مو معقولين يشوتون من أي مكان، والله يشوتون بطريقة غبية اليوم. ما عليه ما عليه يعني ما عليه، تركيز بس بس سكفور. أدائنا ضد فنربخشة يكون كويس، أفضل من كذا إن شاء الله. أوكي تبي تركض يا كين يا الضعيف،
والله حاشرة يا عيال. أنا أنا معه كذا عيني على كين. ترفع يدينك، برفع يدي في وجهك الحين ما في. أوكي لازلت حاشرة. تعال 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 يا بيك، أبيك شوي. أنا بيك حط لايك أنت بعد يا أخي، حط لايك ولا اشترك في القناة، أفضل اشترك في القناة. هلا أليكس، على كيف أهلك، اسمها أليكس. أوكي ود هناك، قدم قدم، مالكم مالكم إلا أبو فانوس، أنتم هو اللي يربيكم. خاص أبو فانوس ارجع ارجع، رب نفسك ارجع. قلتوا لي يا عيال زد البلنتيات عندك عشان تصير تشوت البلنتيات، فكرة أسطورية. بحاول بحاول أزودها، شكلي بجرب إني أزود يعني البلنتيات. ممكن والله صدق يخلوني أشوت أصير نفس سيرجيو راموس في الصدق. هدف تعادل على الأقل. آه ميرسو الناشب ذا، تكفون هدف طيب تعادل، تكفون والله يمديكم، والله يمديكم تكفو. حلوة حلوة، تحسب لك تحسب لك وتحسب لأبو فانوس لأنه بيسجل. شوف الثقة اللي عنده أبو فانوس، شوف الثقة اللي عنده أبو فانوس. أقول أقول ارجع ارجع، حلوة تكفى. لا يقلع الخط، اي صح الخط حق المرمى، يقلع بليسة. اوكي خسرنا المباراة، على العموم تركيزنا على مباراة فرن فنار بخشة، التكليجات لازم كم أخذت تقييم؟ بشوف المستوى الشخصي حقي 6.8 نقصني والله، أو كل الأداء، كل أداء الفريق رايح فيها. طيب هذه المباراة اللي عليها الكلامات، هذه المباراة اللي عليها الكلام، ربع نهائي دوري المؤتمرات اللي نبيها، البطولة اللي نبيها. فنخش من عندهم هجوم، من عندهم وزيل عازف الليل ضدي، حلو نمط التنافس، ما أدري المنافس هذا هو اللي يشتغل أقول لكم من اليوم. ورجع للصورة فارس عوض، خلاص رجع لنا فارس عوض يا إخوان، ونخش على هذه المباراة فوز. ها تسمع انت وياه اكلمكم يا اللعيبه، فوز ما نبغى الا الفوز. اه هذا مهاجمنا، اي وود عارفه هو الهداف. اوكي طبعا معروف جمهور تركيا كذا غثيثين وفي ارضهم يعرقون. تجنب الخساره، تجنب استقبال هدفين باذن الله انه كلين شيت، ان شاء الله انه كلين شيت. تجنب الخساره او التعادل وهذا اللي افضله والله، باذن الله ان العيال بيبدعون. وفارس عوض رجع، ما عاد فيه اليكس خلاص ما عاد فيه. الله والله اشتقت له في المهنه هنا. سولف سولف بالله، تكفى لا تسكت ابدا، علمني الكوره من وين جايه وش مصنوعه منه. خطيره الموت، راعين تسديدات خصم. طبعا ادرسه انا اول مره باريه ذا فنربخشه، يعني حتى في مهنه المدرب ما قد طلع ضدي. حلوه، انا احس ان هذه جول، احساسي التهديف يقول ان هذه جول باذن الله باذن الله. والله يا الجميله كل شيء حلو فيها. حلو انتم ترفعون ضغطي ولا وش؟ سلم. اوكي احس تهديفي وفر وفر في جيبي، وفر وفر. ايه وزيل وزيل لا يروح، يعني نزل مستواه، ظل لاعب خبره. الحكم ما يشوف عادي، اطقه اطقه عادي، الحكم ما يشوف ولا في فار بفيفا. اوكي الحمد لله عدت على خير. بالله هنا اوكي الظهير، الظهير تكفى معك واحد في المنطقه، خل تسلل تسلل. يلا يا عيال تكفون. ها هي هي يا نيوكاسل، هي والله اني اثق فيهم في هذه البطولة، اثق في نيوكاسل. كفو وود هداف البطولة، يعني معنا طبيعي ان نتقدم يا اخي، هداف البطولة وافضل مدافع في التاريخ معنا هاري ماغواير. من افضل المدافع؟ ابو فانوس معروف. ما في خطورة مرة من فنربخشة الصراحة، هجومية ما في خطورة هجومية ابدا، الامور تمام الى الان ومحافظين حنا على النتيجة. اوكي تعال 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 اقولك تعال. اوكي لا هنا وود 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 وود، يا عيني الثاني مش جايبني انا هنا، ما ادري بس انه كويس كويس صنعت هدف. اسمه خشبه وود، خشب خش عليه. الله مرتده يا اخي كنت متحمس. يلا 2-0 يعني فنربخشه ولا مو في مستوانا ابدا فنربخشه، ماكلينهم اكل نيوكاسل. اوه توقعتها بيجي من هنا، ذكي والله. حلو وش هذه؟ ابو فانوس كلت العشب افا والله. يلا يلا ودا ودا سبيك مال براسيه من ابو فانوس ولا تكفى. يو اوكي اوكي تكمل يا يعني، والله اني ناط والله، والله اني ضارب ضارب الراس، ضارب الكوره براسي بس انه ما استجاب ابو فانوس ما نط. هاري ماغواير ابو فانوس كل العشب ثاني مره، هذا هاري ماغواير، هذا لقطه هاري ماغواير. عازف الليل عازف الليل، وزيل ما يمزح، انا قايل لكم لعيبه الخبره ما يمزحون. اوه يا سلام عليك يا سلام عليك. بدأوا يضغطوننا. اوه ماي جاد ابو فانوس تمريرات ركز فيها،
بدأوا يضغطونا. تركيز. حلو. يلا يا عيال. مرتدة. أخلص مكسيمان. يبي يقتلها. قتلها. لا طلبتها ولا شيء. رجع لي. ما طلبتها والله يا عيال ترى. أصلا لو طلبتها يطلع فوق اللاعب يعني. وود الهاتريك. تكفى. نيوكاسل جميل. بس هذا تعليق. سي. وش ذا يحتفل سي؟ من نفس البلايستيشن. هذا ميشيل هذا شكله. ايه ميشيل اللي رفع الدوري. ايه عزف الليل. اوزيل. معليش يا اوزيل والله معليش دخلت عليك والله معليش. اعتذر له يا اخوان لعيبة الخبرة هذولي يا اخي. مسلم ما والله اعتذر اني خشيت عليك يا ساتر. بوفانوس. اوكي انتهت المباراة ثاني مرة اتحمس وينهي شيء. ينهي الشوط ولا ينهي المباراة. 3-0 مبروك التأهل. من الحين اقول لك تقريبا تأهلنا حنا يا عيال اوكي. عشان كذا بسوي محاكاة للمباراة هذيك وبنلعب نصف النهائي بنلعب الذهاب في حلقة اليوم. بسوي لها محاكاة 3-0 تخيلوا 4 الحين لفنربخشة بوف يخرب ال... وبوفانوس اللي سجل كل أهل الفريق. يو شوفوني سجلت أنا بوفانوس. يو ساتر لو ما سجلت احنا فيها كنا بسوي ريمونتادا. الحين بنعرف انه خصمنا في نصف نهائي دوري المؤتمرات. اوكي واليد بغت تطيح. حلو يلا 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 دوري المؤتمرات. انا ما ادري ايش الافريق اللي فيه. اقوى فريق ليفركوزن بنلعبها في حلقه اليوم. استعدوا يا اخوان. سويت محاكاه نصف النهائي وفزنا. وود لازال وود ما شاء الله عليه يسجل. نصف النهائي طبعا هذا وش معناته؟ النهائي ضد مانشستر سيتي يا اخوان. نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ضد مانشستر سيتي. احنا طلعنا ليفربول مثل ما تعرفون. حلو مستوى حلو ممتاز. باخذ بنصيحتكم يا اخوان. البلنتيات ركلات يو يا 45 مره شويه. يو ما اقدر شوفوا لازم اطور واطور. يبي لي 5 نقاط هنا البلنتيات والله مشوار. اجل بزود هذه. اجل مالي للدفاع خلاص. بوفانوس تقريبا زود عند الدفاع. تدخل وقوف وتدخل بالزحلقه حلو. طيب ضد باير ليفركوزن دخلنا 80 ابشركم. طاقه بوفانوس وصلت 80. تشكيلتهم مهاجمهم هذا اللي من التشيك عارفه الالماني. انا احب اقول للالماني يا عيال ديابي. اوف والله هجومهم قوي. لازم نركز يا عيال. المباراه الحين في ارضنا. بسم الله ندخل نصف نهائي دوري المؤتمرات البطوله اللي نبيها. ركزوا. اهلا بكم متابعينا الكرام. نتواجد معكم اليوم من ملعب سان جيمس بارك من كبيره. والله رهيبه حقت نيوكاسل الدخول. انا طبعا سكبت ولا شفت ايش يبي مني المدرب. نفذ 4 اعتراضات تجنب الخساره. هذه نبيها هذه البطوله. يعني ثقه انتم. حلو راحت غلط. ركز. اوه بالله هنا معك نضبط الموضوع. حنا هذول يلعبون ضغط عالي شكلهم ليفركوزن. فهلا والله بالمساحات. فريزر اصبر لاني. اوه حلوه تكفى. وود معك. وود حسبها جول. بوفانوس ايش في نطاتك خايسه صايره. اوكي يو يا ساتر استر. اوكي ارجع بوفانوس ارجع. خطيره والله ظهيرتنا اليوم مبدعين الحمد لله. مبروك نية. يا ساتر هذا تشيك هو الغفيف. يو متسلل. هي وين يا ابوي ديابي؟ هدد فرمل شوي سريع انت. هدي قفل على المهاجم. ما في اي ثغره باذن الله. ما في اي ثغره مقفلين صح. ركز سراني والله. صح يا عيال صح. ماكسيمان شد. ماكسيمان روح تكفى. ارفع معك فريزر بسرعه. فوق. نيوكاسل جميل. هذه بصير اقولها بعد اي هدف. نيوكاسل جميل جدا والله. ماكسيمان اعطاكم لحشه. يبي يثبت انه اسرع من ديابي الظاهر. تعال تول ليش مناول هنا الحين. اوكي بوفانوس وده هناك. ذول يلعبون ضغط عالي. يا سلام ضغط العالي يسبب مساحات لهم. يا وود نايم الله يصلحك. اوكي خلى لي اقول لك. يلا بس. اوكي بالله هنا روحوا يا عيال. يلا فريزر مجنون. الموت والله. هذه خطر اني رجعت زي كذا ترى. تكفون عندهم مساحات يا عيال والله بسبب الضغط. شفتوا
شفتوا؟ انا احب البلاي ستيشن اذا يلعب على الضغط العالي لانه ما في ذكاء، فهمتوا؟ ما في كذا اغبياء يمشون وبس كنهم حمير، كلك حاط علف على جنب ويروحون للعلف كذا، هذا هو الضغط العالي يلحقون الكوره. فهذا الشيء يعطينا مساحات. اول هدف الماكسيمان في البطوله حمار، الله يهديك يا ماكسيمان. اوكي انا بروح له ابي ديابي، انا ابي بسالفه، انا ابي تعال سولف معي شوي، تعال سولف معي انت بعد يا الثاني. يلا قم، الحكم يقول لك قم. شوط اول رهيب. الالماني يا حليله يبي يسجل. يا ساتر يا الضغط. يو ضغط خطير والله كان. اوكي يا ساتر يلعب الضغط عالي مره. بس شيل مساحات. اوكي يا سلام يا المساحات. ارفع، والله مره فاضي دفاعهم، والله مره فاضي. ابو فانوس ما سجلت في حلقه اليوم. اوكي تكفى، اعلى شيء فوق بالله. لا ابو فانوس ارفعها لين سطح الملعب، سطح ودها لين السطح. لا هذه حتى بلنتي، شو السالفه؟ والله ما ادري. لمست يد وود باير ليفركوزن انهار. وود انا باخذ الوود الخشبه اوكي الموت. يو يا عيال هدف عكسي ذي. يا ساتر ضغط، تراهم يضغطوننا، والله ضغطيننا مره. اوكي يا ساتر، هذا ليش رجع لي؟ او ماي جاد، هذا ليش رجع لي براسه؟ انت لعب الكوره كذا على ورا، مو بتلعبها لي. غلط والله العظيم يا اخي. يا ساتر السر. اوكي بالدم، احنا بروحنا نوقف الهجمات. يلا عاد هذه، واقسم بالله لو ضاعت يا عيال من اوطاكم وطي. يلا بلاي ستيشن يستهبل، والله يستهبل، جلس ينتظر لين يتسلل. اقسم بالله انا متعمد يسويها، ينتظر لين وشو، لين ما شاء الله فجاه يتسلل. حسبي الله، تعال لا تخلوني افعل مود الشخص. انا تعرفون ايش يصير انتم؟ يعني انا بيفهم هذا اللي كسرني الحين، ما راح اعلق، ركز على الدفاع. يو يا ساتر ديابي. او ماي جاد يا ساتر، استر. صح عليك وحش، اقسم بالله وحش. بسرعه قدام، مشي. يو الثالث، مرتده للثالث. هي كيف بالله هذه، كيف انا ما وصلت لها؟ انتصار بس ليفركوزن اقصد. ابدا ما يطمن. قايل لكم فريق عنيد، هذا اللي وصفته. بس ترى ضيعنا بلنتي، ضيعنا انفرادتين كذا، وفي هدف تسلل، يعني اننا ما ندري ان تسلل فجاه ناول، ما ندري. طيب على كذا يا عيال، ان شاء الله في الحلقه الجايه بنلعب مثل ما قلت لكم الذهاب. اوكي بما ان لعبنا، معلش الاياب، بما ان لعبنا الذهاب بنلعب الاياب ان شاء الله في الحلقه الجايه. ولا تنسون ان عندنا نهائي كاس، شوف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ضد مانشستر سيتي. لا تنسون يا عيال تشتركون في القناه، اتمنى منكم الاشتراك في القناه، وضبطوا ان ما بقينا شيء على 200 الف مثل ما قلت لكم. وان شاء الله من الاسبوع الجاي بتشوفون تغيير في المحتوى. طبعا مو تغيير في المحتوى، ان لا يعني كارير، راح اضيف اشياء في الكارير، عندي افكار يا عيال سلاسل بتعجبكم. عندنا اعاده بناء، بس مي باعاده بناء، ما ابغى اوضح لكم. عندنا مدرب بس انه لاعب. خلاص بس هذه التسريبات اللي بعطيكم اياها بس. فبس هذا اللي كان عندي، امتصلكم الاشتراك، مع السلامه.